أن تتحقق طموحاتنا في الحياة لهو من أسمى الأمور التي يسعى إليها كل منا. فطموحك وهدفك في الحياة هو الأمر الذي يحدد الغاية من حياتك بكاملها والمسار الذي تسلكه في هذه الحياة وكيفية تحقيقه. أي هدف طبيعي أنت بتحط له خطة، بس أهم شيء جانب الخطة هو مجموعة حاجات هتقويك في تحقيق الهدف. أهمها طبعاً أنت تكون عندك طولة بال بشكل قوي، يعني طولة بال متناهية، يعني بحيث أنت تخليك تصبر على تحقيق الهدف. لابد من الإنسان أن يجتهد ويصابر، ولن ولم ولا، وسوف ينصفه ربه ويوصله إلى ما يبغي إليه. هو المفروض أولاً يا فندم إن إحنا ننمي المهارات بتاعتنا. أنا مثلاً على سبيل المثال أنا كمحامي في عملي في مكتبي لازم أجتهد، لازم أبذل قصارى جهدي عشان أوصل اللي أنا عايزه، عشان أوصل لطموحي اللي أنا عايزها. المفروض إن أنا أركز، يبقى عندي الأدوات بتاعة تحقيق الهدف أو الطموح، يبقى عندي حلم الوصول لدوت، لأن لو ما حلمتش مش هيبقى هقدر أوصل. لازم يكون صبور، لازم يكون في طموح في دماغه عشان يحققه، لازم يكون في قدامه مشوار عاوز يحققه ماشي، وفي الأول والآخر لازم برضو يعمل اللي يرضي ربنا. في طريقنا لتحقيق طموحاتنا قد نتعثر في الكثير من الأحيان، فالبعض قد تعثروا آلاف المرات عند سلوكهم لهذا الطريق قبل أن يصلوا إلى نقطة النهاية، ولكن المهم هو أن تعاود النهوض من جديد وألا تقبل بالفشل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، والحقيقة دايما مصر مليانة بشبابها وفتياتها اللي قادرين ان هم يحققوا كل طموحاتهم ويشاركوا في التنمية بشكل كبير. شباب يفرح، شباب بنفرح بيه في كل المجالات. الفترة الأخيرة الحقيقة عملية البحث العلمي والأبحاث العلمية بنهتم بيها علشان ما تكونش مجرد دراسات بيتم يعني الحصول عليها من أجل الحصول على درجة علمية فقط، لكن كمان مهم جدا إن هي يتم توظيفها لكل المشكلات وكل الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المصري. النهاردة معنا نموذج لفتاة اسكندرانية التحقت بكلية حقوق جامعة اسكندرية وحصلت على درجة الماجستير في القانون الجنائي. درجة الماجستير ممكن كتير جدا يحصلوا عليها، لكن حصلت عليها في ايه؟ بصمة المخ. احنا شخصيا اول مرة نسمع عن بصمة المخ. ايه هي بصمة المخ وايه الجديد اللي بيقدمه البحث العلمي في هذا المجال؟ وهل هي بداية لسلسلة من الخطوات الخاصة بالعملية البحثية؟ خلونا نعرف اكتر من خلال لقائنا مع الباحثة راندا عثمان الحاصلة على درجة الماجستير في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة الاسكندرية. اهلا بيك يا راندا، منورانا. صباح الفل. صباح النور. فاهمينا بقى يعني رساله الماجستير عن بصمه المخ؟ طبعا عايزين نفهم ونشرح كمان للساده المشاهدين. وباختصار هو ده عالم امريكي اكتشف جهاز، الجهاز ده بيستخدم في الاثبات في الجرائم الجنائيه، تمام، عن طريق الكمبيوتر وعن طريق موجات اسمها بي 300، تمام، دي بتعدي على المخ. هو المفروض ان هو جهاز بيتركب على المخ يعني، وبيعدي على بيعدي اجهزه الجريمه، يعني زي مثلا انا قتلت حد فيعدي اسلحه كتيره جدا على الجهاز ده وانا اوريدي متوصله بيه. اول ما يجي السلاح اللي انا ارتكبت بيه الجريمه الكمبيوتر بيدي اشاره للمخ، هي بتشتغل اكتر على الاعصاب اللا اراديه، فبيبقى في فرق كبير جدا بينها وبين جهاز كشف الكذب، لان حضرتك عارفه دلوقتي بقى في ناس مدربه جدا على الجهاز ده ان هي ممكن تكون بتكذب. ثانيه واحده، يعني هو كده بيلعب على الصندوق الاسود اللي داخل عقل الانسان او الميموري، الذاكره اللي موجوده، ازاي هو كان بيفكر ووقف عند اي سلاح او اي اداه للجريمه بتتعرف في اللحظه دي؟ هي يعني هي ده اصلا يعني كان في نسبه، حتى لما انا رجعت الاحصائيات عليه لقيت ان نسبته 100%، يعني ما فيش اصلا اي حاجه. جدا جدا جدا. في كمان كانت قضيه مشهوره جدا، كان حد متهم بقتل اسرته كلها، ده كان في امريكا في نيويورك، اتسجن 25 سنه. الجهاز ده لما طلع هو خد براءه بعد 25 سنه، يعني ليه بقى اكتشفت براءه؟ ما هو الجهاز ده لما طلع هم طبقوه عليه فاخد براءه بعد 25 سنه، فالقضيه دي كانت مشهوره جدا. اخد براءه ليه؟ يعني هو ما قتلهوش؟ ما قتلهمش بقى، ما قتلهمش. لا نسيب الموضوع. امال ماتوا ازاي؟
طيب يعني اعتقد انه ده يعني الجهاز مش متوفر عندنا لا طبعا خالص، هو موجود في امريكا والمانيا يعني بنسبه كبيره، حتى الابحاث اللي انا لما كنت برجع لها كانت كلها يعني ما كانش فيه مصري كتير، باحث واحد بس مصري عملها في جامعه القاهره كان واخد فيها دكتوراه هو على موضوع بصمه اه بس ما كانش يعني بكل الاستفاضه يعني. وده هيسهل ايه بقى في عالم الكشف عن الجريمه يعني تحديد الاداه ولا ايه بالظبط؟ بصي حضرتك والله وانا كان توصيتي وانا بناقش يعني كنت حتى قلتها للدكتور ان انا كان نفسي جدا الجهاز ينزل مصر لان اكيد في جرائم كتير قوي هنا ممكن ناس ترتكبها وتكون مظلومه والعكس صحيح، فكان نفسي جدا بس هو حتى وقتها قال لي انت طموحه قوي زياده عن اللزوم وضحك يعني عشان صعب ان هو ينزل طبعا مكلف جدا يعني. بس اعتقد يعني وزاره الداخليه والاجهزه البحث الجنائي والكلام ده اكيد كان يعني في نوع من التعاون معاهم برضو على اساس ان انت بتستفيدي من خبراتهم ومن الواقع العملي بالنسبه لنا هنا في مصر يعني. زي ما قلت في بدايه كلامي احنا مطلوب ان اي رساله خاصة بناحية بحثية سواء ماجستير أو دكتوراه أو حتى ترقية للأساتذة إن أنا أوظفها لاحتياجاتي هنا في المجتمع. كان إيه يعني أكتر الاقتراحات اللي أو المناقشات اللي تمت ما بينك وما بينهم وقدرتي إن أنت ترصديها في الرسالة بتاعتك؟ هو انا ما رجعتش لاي جهه حكوميه خالص. ليه بقى؟ لان انا اصلا انا عندي هدف ان شاء الله اني احققه ان انا كان نفسي اسافر امريكا جدا واعمل بحث عملي في الدكتوراه بقى لان انا في الدكتوراه ناويه استفيد في الموضوع ده اكتر. تاخدي كيسز اه بس انا عايزاها عمليه يعني انا اكيد ما خدتش كل حاجه عن الموضوع فنفسي جدا ان شاء الله ان انا اسافر واخد التجارب العمليه يعني اعمل بحث عملي فبس فانتظرت يعني ان انا وفي حاجه عمليه عشان اقدر اتكلم بيها يعني. طيب معلش برضو انا يعني الرسائل البحثيه ماجستير او دكتوراه المفروض ان هي بتطرح حاجه يعني فكره رؤيه ونسبتها صح او غلط، انت رؤيتك من خلال الماجستير كانت ايه؟ انه الجهاز ده يعني معلش جاوبي انت. لا طبعا انا كان نفسي فعلا ان الجهاز ده يتطبق هنا لان انا حسيت ان هو يعني هيخلي ناس كتيره جدا بيفيد في عالم الكشف عن الجريمه جدا ده اللي احنا بنحاول نثبته والنسبه دقيقه يعني حضرتك اهم حاجه ان النسبه دقيقه يعني مش شرط بس ان هو يفيد، ما هو جهاز كشف الكذب كان فتره بيفيد بس حاليا اتدربوا عليه ان هو ممكن انا اكون بكذب واعدي عادي جدا بس ده لا يعني ده بكل الاحصائيات لا هو نسبته دقيقه جدا. ليه الدكتور قال لك ان انت طموحه قوي لما قلتي له او عرضتي عليه ان الجهاز ده يكون موجود في مصر؟ ليه يعني هل امكانيات تصنيعه او تواجده في مصر للدرجات دي شيء صعب؟ لا والله انا ما اعرفش بالتفصيل يعني بالتحديد عشان بس ما افتيش يعني بس القصه ان هو علشان اصلا مش معروف يعني انا حتى لما اقترحت الرساله يعني عليه هو كان اول مره يسمع عنه اصلا يعني. انت اخذتي كل الداتا بتاعتك من الابحاث الاجنبيه؟ اه على النت بس لان اصلا ملوش كتب، مفيش كتب، مفيش اي حاجه خالص، هي كل الابحاث. الصعوبات بقى اللي واجهتك وانت بتكتبي الرساله الماجستير بتاعتك وما عندكيش ريفرنسز غير انترنت وبعض الاحيان المصادر على الانترنت ما تبقاش موثوق منها قوي. بصي حضرتك اكتر حاجه ساعدتني ان انا دخلت على العالم نفسه وكنت بشغل الفيديوهات بتاعته وباخدها اترجمها فده كان تعبني جدا اكتر حاجه تعبتني بس اكتر حاجه فادتني ان انا اوريدي باخد الكلام من العالم اي اللي عالم اللي هو اكتشف الجهاز ده فارويل هو اسمه كده امريكي بقاله قد ايه مكتشف؟ لا بالتحديد مش عارفه بصراحه بس هو تقريبا لا يعني بقاله سنين يعني ممكن 8 او 9 سنين فتره يعني بس تحديدا بصراحه مش عارفه اخد منك وقت قد ايه البحث في الماجستير؟ هو انا قعدت عليه 6 شهور يعني 6 شهور كنت بصر بصراحه الترجمه كانت بتتعبني جدا يعني بس هو 6 شهور 6 شهور وكتبتي الرساله بس انا خدت الماجستير في 2 سنين طبعا بس انا 6 شهور يعني كان ما ينفعش اديهم في اقل من 2 سنين بس كنت جاهزه بعد 6 شهور الحمد لله. طيب دايما بتبقى زي ما قلتي كده ان رساله الماجستير بتبقى هي النواه لرساله الدكتوراه وفي الدكتوراه لازم يبقى فيه اضافه لازم الباحث يقدم رؤية جديدة مختلفة لم يتم طرحها من قبل. الجهاز انت بتقولي ان انت عايزة تسافري بره تكملي رسالة الدكتوراه بتاعتك، طب هم اوريدي عندهم الجهاز وبيطبقوه، ايه الرؤية الخاصة بيكي اللي انت هتقدميها لهم بحيث انها تكون نقطة بحثية جديدة لم يتم يعني التعامل معها قبل؟ هو انا مش رايحه ليهم، انا رايحه عشان انا نفسي اخد الجهاز افيد بيه مصر لما ارجع مش عشان اوكي بس انت رايحه تسجلي هناك ولا تسجلي هنا؟ لا انا مش هسجل، لا هنا طبعا مش هناك، انا بالعكس خالص يعني انت عايزه تحصلي على درجه الدكتوراه من هنا بس تستفيدي من التجارب الكيس ستادي بتاعتك او الحاله التطبيقيه عملية بتاعتك بقى. هتاخديها من هناك تمام. هتعملي الجزء العملي هناك في الخارج تمام. لكن كتسجيل او كتواجد هيكون من خلال. لا انا حابه جدا من مصر كل حاجه بصراحه يعني انا كان عندي فرصه المانيا ان انا اسافر واخد بس انا حابه قوي ان انا اطلع من هنا يعني حابه حتى ان انا انجح هنا تمام. جدا يعني. طيب برضو رساله الدكتوراه هتبقى عن ايه؟ يعني ايه الجديد في الجهاز؟ هو البصمه هقول لها حاجه مش انا مش هضيف اكيد حاجه ليه بس انا كل اللي انا نفسي اضيفه هي عمليه يعني انا نفسي اعمل مقارنه بين بره ان هم ازاي طبقوا الحاجه دي ونجحت
وتفادت جرائم كتير قوي وبين هنا. انا نفسي انزل بالجهاز ده هنا يعني، انا ده حلم عندي. بس يعني هل ده يصلح كتسجيل لدرجه دكتوراه؟ معلش احنا بنركز ليه في الموضوع دوت علشان نوضح لكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا دلوقتي من الباحثين. احنا محتاجين يا جماعه الابحاث اللي تفيدنا في المجتمع كنواحي تطبيقيه. يعني الجهاز ده اكيد مفيد جدا، لكن كناحيه بحثيه بقى انا محتاجه اشوف اطبقه ازاي، او كمجتمع مصري الجهاز دوت ايه آلية الفعالية بتاعته، او الفعالية بتاعته مداها قد ايه في استخدامه هنا في مصر، خاصة ان اكيد زي ما قلت احنا عندنا اجهزة بحثية كبيرة جدا، يعني زي ما قلت مثلا البحث الجنائي وغيره، اكيد هم كمان عندهم خلفية عن هذا الجهاز وتطبيقه في الخارج. فا ايه الجديد اللي انت هتناقشيه معاهم فيها؟ هو انا مش هقدر اقول لحضرتك كل المعلومات، لان انا لسه عايزه اروح اشوف عمليه. ان انا كل المعلومات اللي وصلتني، وانا على فكره خدت امتياز يعني في البحث ده الحمد لله. اه ما هو مفيد يعني. بس هو الماجستير، هرجع اقول ان الماجستير غير الدكتوراه. اه طبعا خالص، مش كده ولا ايه؟ متفقه معايا في الموضوع ده؟ لا لا خالص، دكتوراه بقى. هو الدكتوراه انا نفسي اطبقه عمليا. انا بصراحه مش هضحك على حضرتك يعني، انا لسه انا عايزاك تجيبيه. اه انا ما عرضتش لسه على جهه، انا لسه ما عرضتش على اي جهه مسؤوله، او لسه ما خدتش يعني راي دكتور مثلا، ان انا او في دكتور معايا قال لي اوكي يعني، بس لسه ما اعرفش ممكن اصلا يترفض وما تصلحش رساله الدكتوراه. لا ان شاء بس هي الله كرؤيه نفسي اعملها، حتى لو مش دكتوراه يعني، حاجه نفسي افيد بيها البلد جدا. بس هي فكره حلوه لو انت برضو عرضتي على الجهات المسؤوله ان شاء الله يعني. بس حبيت ان انا يكون وزاره الداخليه ممكن يبقى في تعاون ويبقى في تسهيلات ليكي، ويبقى في مثلا رؤيه جديده لو ممكن هم يستفيدوا يعني بالجهاز في الكشف عن الجريمه. طبعا احنا عندنا رجال الشرطه عندنا اكفاء وعلى اعلى مستوى بصراحه طبعا. يعني بيحققوا انجازات كبيره كل يوم، فبالتالي لو يبقى اضافه في المجتمع ويفيد المجتمع خير وبركه. اكيد ما انا نفسي والله يعني ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لك يا رب كل التوفيق باذن الله تعالى، وان شاء الله تحققي كل احلامك. واحنا كنا مهتمين النهارده ان احنا نقدم نموذج مشرف لفتاه مصريه قررت ان هي تعمل بحث ماجستير على حاجه صعبه، يعني حاجه يمكن مش مطروحه في المجتمع ومش مشهوره خالص. في نفس الوقت كمان كان قدامها صعوبات ان هي تلاقي الماتيريال او المواد اللي ممكن هي تكتب من خلالها رساله الماجستير. الحقيقه هو ده اللي احنا بنسعى اليه في الوقت الحالي. رندا احنا طبعا بنحييك كمان ان انت خدتي في مجال البحث الجنائي، المجالات الجديده اللي مطلوب ان احنا يكون لينا ابحاثنا فيها، ابحاثنا اللي بنساعد فيها حتى الاجهزه. يعني مش معنى ان وزاره الداخليه بكل اجهزتها طبعا بتبذل قصارى جهدها في حفظ الامن والامان والكشف عن اسباب الجريمه، لكن ده ما يمنحش ان احنا عندنا عقول مصريه ايضا ممكن ان هي تطرح افكار، ربما الفكره دي تفتح مجال جديد، تفتح افاق جديده للاستفاده منها. وهو ده اللي مطلوب من عقول شبابنا اللي بنحاول ان احنا نتيح لهم الفرصه ونستفيد من طاقتهم الايجابيه في كل مكان. بتمنى ان احنا ندعم البحث العلمي بشكل ايجابي في الفتره القادمه، ونستفيد من كل رساله علميه بيتم العمل بيها وبيتم تقديمها لخدمه المجتمع، وده ان شاء الله اللي يعني بتوفره الدوله والاراده السياسيه. الحقيقه دايما بتدعم الشباب وبتدعم الافكار الجديده واستخدام التكنولوجيا الحديثه في كافه المجالات. احنا طبعا بنشكرك جدا يا رندا، نورتينا ان شاء الله كده. الف مبروك على الماجستير، وان شاء الله بالتوفيق في الدكتوراه باذن الله. شكرا ان شاء الله. شكرا لكل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده في مصر جميله. ان شاء الله بكره اللقاء يتجدد، ومصر جميله وبكره عندنا احتفال طبعا بعيد تحرير سيناء. كل مصري بالف صحه وخير وسلامه. لسه انا وانتم طيبين.